ثالثاً، إذا كان توصيل النفط إلى لبنان أو إلى أي دولة أخرى مقدمةً لتوصيله إلى العدو الإسرائيلي الإرهابي، فإني أعلم تلك الحكومة المنصبة أن وصول أي قطرة لهذه المنظمة الإرهابية سوف يكون وبالاً عليكم، ولن تهنأوا بأي نفط، ولن يكون لكم ولا للمحتلين ولا للإرهابيين مستقراً هنا، فاحذروا. وأخيراً، لأجل شجب واستنكار التهديدات والاعتداءات ضد القدس الشريف، الصلاة على محمد وآل محمد.